للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسل الغد خالد خيري. خالد، إدانة وعزل ترامب تتطلبان ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والذي يسيطر عليه أنصار ترامب من الجمهوريين. إذن لهذا السبب يبدو على ترامب الاطمئنان نسبياً؟ هذا صحيح، الحزب الجمهوري والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطمئنون جدا بأن القضية عندما تصل إلى مجلس الشيوخ الأمريكي فسيتم النظر فيها وبسرعة وبتبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وربما هذا ما يشعر به الديمقراطيون. وألمحت نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى أنها قد تعطل وصول الاتهامين أو لائحة الاتهامات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعرقل أو تبطئ عملية وصولها إلى مجلس الشيوخ لحين أن يطمئن الديمقراطيون بأن إجراءات المحاكمة تسير وفق ما قالت بأسس عادلة ونزيهة. وهذا ربما ما أغضب ميتش ماكونيل الرئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الذي خرج منذ قليل وقال إن الديمقراطيين يشككون في نزاهتنا ووطنيتنا، وهذا لا يليق بالكونغرس الأمريكي ولا بالتاريخ الأمريكي. الصراع الآن حول متى سترسل نانسي بيلوسي ملف أو لائحة الاتهامات إلى مجلس الشيوخ لبدء أو إعداد تاريخ محدد للنظر طيب في محاكمة الرئيس إذن الأمريكي. لا نتوقع مفاجآت في هذه القضية، أتقصد أنها محسومة ربما؟ بنسبة 99% القضية محسومة والمحاكمة محسومة، تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا تكرر كثيرا حتى في المحاكمتين السابقتين أيام الرئيس جونسون والرئيس بيل كلينتون، تم تبرئتهما في مجلس الشيوخ الأمريكي، وبالتالي الجمهوريون يضمنون ذلك، وهذا ما يخيف الديمقراطيون الذين يريدون إبقاء هذه القضية أمام الرأي العام الأمريكي لحين الانتخابات المقبلة. ولكن قد نشهد مفاجآت فيما يتعلق بتوقيت المحاكمة وما إذا كانت ستستمع إلى شهود آخرين أم لا. شكرا خالد خيري مراسل الغد، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.